أنتقل إلى المداخلة الثالثة في هذه الجلسة مع الدكتور عبد المنعم الشقيري حول العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية إمكانات وحدود التفاعل. فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى شكر موصول للإخوة الساهرين على هذا اللقاء العلمي المبارك، حتى لا أضيع من الوقت. هو هذا الموضوع، العلوم الإسلامية والإنسانية، إمكانات وحدود التفاعل، هو أعتبره بأنه مغامرة لاعتبار الأساسي هو أنه كل المؤسسين للعلوم الإنسانية في الغرب، خصوصا العلوم الاجتماعية بالأساس، مثلا لنأخذ هربرت سبنسر. هربرت سبنسر هذا يعني مؤسس العلوم الاجتماعية والعلم الاجتماع، وتفرعت منه مدارس في الأنثروبولوجيا. لديه كتاب برينسيبل اوف سوسيولوجي كيتكلم فيه على حينما تقرأ الكتاب يظهر لك داروين، يعني اصل الكتاب، اصل الانواع، يعني حاضر. مشكلة ان العلوم الإنسانية كانت دائما مغرمة بالعلوم الدقيقة، حينما كانت تحقق انتصارات العلوم الدقيقة متمثلة خصوصا في البيولوجيا، كانت العلوم الإنسانية أمام المشاكل الجديدة في المجتمع الصناعي كانت تقول لما لا أكتفي. وبالفعل نجحت المسألة، فكل الأبحاث في مجال العلوم الإنسانية هي على شاكلة العلوم الدقيقة، وخير من وصف وشخص هذه العلاقة هو ميشيل فوكو في كتابه الكلمات والأشياء. لذلك قلت بأنه مغامرة حينما نطرح مثل هذا العنوان، العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية، لسببين أساسيين، وهو الأولى يسمونها بالميدان، وهو ميدان المعتقد، دوغم، ميدان الوحي والشعور والعرفان، في حين تتفرد الثانية بحقل الإبستيمي، المعرفي، حيث البحث في المرئي والتجربة والافتحاص. وبعيدا عن مدى صحة أو بطلان هذه الادعاءات، يلزم الإشارة أن المشترك، هذا هو مبررنا نحن، أن المشترك بينهما هو الإنسان، فكلاهما منشغل به فردا أو جماعة من أجل مصلحته وتطوير حياته نحو الأفضل. وليس ذلك بغريب عن العلوم الإسلامية التي جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد. ومع ذلك ظلت المفارقة، أيضا هناك مفارقة، المفارقة التاريخية حاضرة والمتمثلة في تداخل إرادة المعرفة وإرادة القوة. ففي الوقت الذي كانت أرضية العلوم الإسلامية في طريقها للضمور في إطار تراجع الحضارة العربية الإسلامية، وجدنا الظروف تتهيأ للعلوم الإنسانية في إطار نهوض المجتمعات الصناعية الغربية، عبر عنها ميشيل فوكو بحاجيات المجتمع الصناعي. لقد كان الشلل يدب في المجتمعات الإسلامية،
سرعان ما اكتملت ملامحه مع الحركة الاستعمارية، ما حدث أنه بفعل التحديث المكره، يعني نحن لم نعيش حداثة أو تحديث، وإنما تحديث مكره. وخير من جسد أو شخص هذه المسألة وهو بيير بورديو، لديه كتاب رائع اسمه لو ديراسينمون، الاجتتات، يعني خصوصا في دراسته الاستناد حول الجزائر، حول تحطيم كيف أن الإدارة الاستعمارية الفرنسية قامت على تفكيك جميع بنيات المجتمع الجزائري، لدرجة أنها يعني أعطتنا مجتمعا مشوها لا زالت آثاره لحد الآن. وقد صاحبها عملية تدمير ممنهج للبنيات التحتية الحاضنة للعلوم الإسلامية المتمثلة في إضعاف الوقف التعليمي ونهايته، والمدارس وأحكام الفقه مقابل تدخل تمويل الدولة ونظام المحاكم الغربية. أمام هذا الوضع نأتي من الناحية الفكرية إلى يعني كواجهة للخروج من هذا، الأسلم كوجهة للاعتراض. من هذا المنطلق عرفت العلوم الإنسانية اعتراضات متواصلة من طرف الباحثين المسلمين تحت مبررات محصورها في نقاط ثلاث: أولاً كونها جزءاً من الثقافة الغربية، ثانياً أنها هذا الاتجاه ديال الأسلمة، ثانياً أنها بنت الاستعمار الغربي، ثالثاً أن أساسها دهري، وعليه فإن البديل الذي يقترحه هؤلاء هو بناء علوم إنسانية إسلامية. نحن لا نرى هذا المدخل صحيح، الأحرى الدخول بطبيعة الحال، يعني أنا فقط يعني هذه النقاط، لأن نقاش طويل، يعني ابتداء من الأطروحة ديال الفاروق النبهان، عفوا للفاروقي إسماعيل الفاروقي، وأكبر أحمد أكبر في الأنثروبولوجيا الإسلامية، والإشكال، عمق الإشكال، يعني اللي ربما يعني هو الخلط ما بين المعرفة والعلم، يعني هذا مشكل أساسي في اللامباس أو ما يسمى بالمأزق ديال الأسلمة العلوم. أعتقد بأنه هذا موضوع، يعني الأطروحة ديال la condition postmoderne ديال فرانسوا ليوطار، يعني إشكالية يعني كيتكلم على مسألة المعرفة والعلوم. المشكل وهو أن الاتجاه ديال الأسلمة هو أنه مزج ما بين المعرفة والعلوم، في حين ما كاين حتى شي علاقة ما بين لو سافوار لا سيونس. لو سافوار اللي يخزن يعني واحد المجموعة من القضايا المرتبطة بالتراث وبالثقافة وبالهوية وبالتقليد بما في ذلك التقليد. إذن لا نرى هذا المدخل صحيح، الأحرى الدخول مدخل آخر لمقاربة مسألة التفاعل، يحافظ على كلا العلمين كمكتسبات إنسانية من جهة، ويضعهما على المحك من جهة أخرى بتفكيك رؤاهما وتمحيص مفاهيمهما ومقولاتهما قصد استجلاء مدى صلاحيتهما. أولاً الدواعي الواقعية لاستفادة العلوم الإسلامية من العلوم الإنسانية. صحيح أصبحت العلوم الإسلامية أمام غربة مؤسساتية، بدا الواقع متجاوزاً لها وظهرت كأنها غير ممسكة بخيوطه. ولما كان الوعي التاريخي على حد تعبير هانس غادامير هو الوعي بالانتماء إلى العصر، فقد بات لزاماً أن تتفاعل مع التاريخ الذي سماه بروديل بأم العلوم الإنسانية، وحتى يتحقق ذلك ما أحوجها في تصورنا إلى نقاط ثلاث: العلوم الإسلامية ما تستفيده من العلوم الاجتماعية هو أولاً أن ترهف السمع حتى تستطيع توصيف الواقع الذي توجد فيه بتحديد طبيعته واتجاهاته وحركاته، وذلك ما أنجزته العلوم الاجتماعية من خلال قدرتها على تعريف حاضرها وتشخيصه. نستحضر مثلا مفهوم السياق، الكونتكست، هذا المفهوم الذي ظهر في التاريخ ثم انتقل إلى العلوم الاجتماعية، إذ بخلاف التبسيط التداولي للمفهوم فقد اعتبر حجر الزاوية في البحث العلمي،
يعلمنا السياق مثلا تعريف موضوعنا الذي نريد دراسته انطلاقا من الخصائص المحايثة له. إنه ليس من بنات الفكر الخالص أو المعايير التي نحملها، لذلك فالواقع من هذا المنظور ما هو معطى، مفهوم داتيوم المعطى. مثلا ليس المهم الفكرة التي نشكلها عن القيم الاقتصادية، بل تلك المتبادلة واقعيا وحقيقة داخل مجرى العلاقات الاقتصادية. هذا الكلام هذا من كتاب قواعد المنهج السوسيولوجي عند دوركايم، هو اللي تتكلم على يعني ما صحيح أن مؤسس علم الاجتماع هو أوغست كونت، ولكن كتاب قواعد المنهج السوسيولوجي يرى يعني ما يعيبه دوركايم على أوغست كونت، يقول له بأنك لا زلت تدور في فلك الميتافيزيقا، في فلك يعني صحيح أنك أردت استعارة مبادئ مثلا الفيزيونومية الاجتماعية على شكلة الفيزيونومي أو الفيزيولوجي، لكنه بدأ يعني يشتغل بمفاهيم هي مرتبطة بالميتافيزيقا، يتحدث عن خصوصا بعد الثورة الفرنسية التقدم قاعدة، مفهوم التقدم يرى دوركايم لا نوسيون دو بروغري هذا مفهوم لا زال مرتبط بالمرحلة التي اعتبر أوغست كونت مرحلة متجاوزة، وهي المرحلة الميتافيزيقية. اعتبر هناك المرحلة اللاهوتية، المرحلة الميتافيزيقية، ثم المرحلة الوضعية. يقول له بأنك لا زلت على شاكلة هيجل، هيجل يتحدث عن العقل المطلق وأنت تتحدث عن مفهوم التقدم، هو مفهوم هلامي بمعنى آخر هذه المفاهيم مفهوم اقتصادي. يقول دوركايم أن نتحدث عن القيم الاقتصادية بمعنى آخر ليس الفكرة التي نشكلها عن القيم، بل تلك المتبادلة واقعيا وحقيقة داخل مجرى العلاقات الاقتصادية. من هذا المنطلق يوجد الحق في القوانين. إذا بغينا نعرفوا مثلا المغرب واش تقدم، المغرب هل تقدم في على لسان دوركايم تقدم في وضع حقوق المرأة، كنمشيو للترسانة القانونية كداتيوم معطى، بمعنى نضع أصبعنا أو أصابعنا يعني أيضا كما نعثر على حركية الحياة اليومية في الأرقام الإحصائية، الموضة في اللباس، الأذواق في الأعمال الفنية، إذ تسمح هذه الخصائص بوضعنا مباشرة مع الأشياء وفي احتكاك معها. فمثلا لا يمكن رصد وفهم الانزلاقات الخطيرة التي تعرفها المجتمعات الإسلامية نحو العنف، إذ لا تسعفنا العلوم الإسلامية في فهم منطقه. اللهم دعوتها المتكررة إلى نهج الوسطية والاعتدال، وأن الإسلام ينبذ العنف، لكن الفهم التشخيصي يحتاج أكبر من ذلك إلى آليات مركبة تمكننا من مفاتيح وظيفية لفهم العنف وكيفية تولده واشتغاله على المستوى المنطق النفسي والمنطق الاجتماعي والمنطق التاريخي. مثلا بول ريكور عنده كتاب تتحدث فيه على الذاكرة، الذاكرة تتكلم على مسألة الجرح النرجسي، كل شعب عنده جرح نرجسي، الجرح النرجسي ينبعث، وخا يعني هناك إرادة في نسيان ولكن هو ينبعث. يمكن أن يطبق هذا مفهوم الجرح النرجسي على الشيعة، الشيعة يعني ومسألة المظلومية إلى آخره، هو بعث دائما بعث هذه الأشياء التاريخية باعتبار أن هذا الشكل يعني هذه الحالة هي شكل من أشكال تأكيد الذات وتحديد الهوية، يعني شكل من أشكال تحديد الهوية. لا يمكن أن الشخص أن يحدد هويته إلا بالرجوع إلى معابر أساسية وجودية في حياته. أيضا تعلمنا العلوم الإنسانية الخروج عن النسق الديني الإسلامي بما في ذلك المذاهب وطرق اشتغالها ومناهجها المتشعبة والتوجه إلى تفاعلها مع الممارسة اليومية للمتدينين والاستحضار الكامل للواقع الذي تتحرك بداخله، أو ما تحدثت عنه السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا بالجانب المورفولوجي.
كتاب ديال غليفور غيرتس حول التطور الديني في المغرب يقارن ما بين الإسلام في المغرب والإسلام في أندونيسيا. التدين ديال المغاربة ماشي هو التدين ديال أندونيسيا. فهو يخرج عن النص، يخرج عن التعاليم، ولكنه يراقب اسمها إسلام أوبزيرفد، يعني ملاحظة الإسلام، يلاحظ التدين كيف يتم، ولكنه في نهاية المطاف لا يصل إلى مسألة، لا يقف على التعاليم، وإنما يقف على الثقافة التاوية وراء التعاليم، الروح الأسيوية الهادئة والروح كذا، والروح الثقافة المغربية. إذن هذا الجانب يسميه بالجانب المورفولوجي. ثانيا، النقطة الثانية وهي أن تفك شفرة العبور من الدلالة المجردة إلى الوقائع الملموسة، وذلك ما أنجزته العلوم الإنسانية. لنأخذ مثال يخص موضوع عقلنة الفعل، فقد ساهمت نظرية الفعل عند ماكس فيبر إلى الآن في فهم مظاهر الفعل الإنساني، والتي اتخذت وجهين. الوجه الأول دحضها الأفكار التقليدية التي تتصور الحياة الواقعية جد شفافة، بحيث يكفي تحديد الأفعال الصالحة أو المثمرة للانتقال إلى تنفيذها. مثال الشعار لو التزمنا بالشريعة ستحل كل معضلات الواقع، لو التزمنا، أو يعني الحل في الشريعة الإسلامية، هذا شعار. والحال أن ما أكدته نظرية الفعل ليس بهذه البساطة، فلكل فعل نسيج رمزي معقد تتشابك فيه كل عناصر، من مستوى الوعي والذاكرة والمخيال إلى باقي المحددات والإكراهات الخارجية، وأنه كلما تم الانتقال من الأفعال البسيطة الفردية إلى الاجتماعية المركبة كالسياسية والاقتصادية لزم الانتقال إلى بنى أكثر تعقيدا. والوجه الثاني تتجلى أهمية نظرية الفعل في تحديد الفعل حسب الانتقال من دائرة إلى أخرى، فهناك منطق عملي. أهم شيء يعني في هذا الجانب هذا العملي، وأيضا من مكتسبات ما يسمى بالفلسفة الحديثة، الفلسفة السياسية الحديثة، أنه في وقت من الأوقات كنا نرى ما يسمونه بمرايا الملوك. مثلا بحال كتاب ماكيافيل الأمير، احنا عندنا النصائح السلطانية أو الأحكام السلطانية هي كلها نصائح، لكن كتاب الأمير يعني مع تعقد ما يسمى بالميدان السياسي أصبحت السياسة لا تحل بهذا الشكل، وإنما تحل عن طريق ما يسمى دائرة سياسية لها قوانينها. بمعنى آخر، لم يعد يعول على النصيحة، لم يعد يعول على التوجيه والترشيد من خلال هذه الكتيبات، وإنما بعد أن افترقت السلطة على نفسها باعتبار أن داء التسلط أو داء الاستبداد أوجد له الفكر السياسي الغربي، يعني حل. هذا الحل ليس حلا شخصيا، وإنما حل موضوعي متمثل في انقسام السلطة على نفسها، تشريعية تنفيذية وقضائية. هذا الذي تجسد مع روح القوانين مثلا. أيضا ثم هناك منطق تعليلي، حيث أضحت التعليلات ترتكز على المقاييس والمبادئ والقيم المرجعية المنظمة لكل عالم من عوالم الحياة. أليس المشتغل بالعلوم الإسلامية من أصولي أو فقيه أحق بالتفاعل مع هذه المكتسبات لإغناء منهجه قصد الإجابة عن المطالب الدلالية الكبرى للواقع، خصوصا وأن ما يحكم منطقة تطور الواقع هو المزيد من استقلالية العوالم وتعدديتها. النقطة الثالثة الأخيرة في هذه الاستفادة وهي أن تحيط بروح العصر بمناخه الثقافي، ليتسنى لها تشخيص وضبط سنن وقوانين التغير،
نستحضر هنا نموذجا تطبيقيا من خلال مفهوم النسق الثقافي. المستشرقون منذ كارل بيكر، هاينريش بيكر، وعرف القضاء الإسلامي كان ينعت بمصطلح، مع أيضا استثمر هذه الدراسات جوزيف شاخت، القضاء الإسلامي كان ينعت كاديجستيز باللغة الألمانية، القضاء الاعتباطي، كاديجستيز القضاء الاعتباطي، أي أن القاضي كان يصورون القاضي ذلك الشخص بهذا الشكل، ذلك الشخص الذي يجلس تحت شجرة ويصرف الأحكام على سجيته، ولذلك سموه بالقاضي الاعتباطي. وظلت هذه الفيريا إلى أن أتت دراسات أنثروبولوجية لتجيب عن هذا الادعاء. أول من كتب في هذا المجال وهو لورنس روزن، هذا كتب كتاب القانون كثقافة، دراسة في منطقة صفرو، ويتحدث عن بنية، ثم كتاب آخر العدالة في الإسلام، يتحدث عن طبيعة القضاء في الإسلام، ولكن يريد أن يفهمه من الداخل. حينما يصرف القاضي يكون أمام نازلتين متشابهتين، ولكنه يصرف الأحكام بشكل مختلف. ثم هناك منطق آخر، يعني أداء اليمين، يعني كل هذا بمعنى آخر، يعني يريد، يعني على شكلة أيضا ماكس فيبر، في يتحدث عن أن القضاء الإسلامي أو العدالة في الإسلام هي عدالة جوهرية اعتباطية. فهذا لورنس روزن يعني يقدح في هذا التصور انطلاقا من هذا المفهوم النسق الثقافي. قرب. هذا في مجال ما يمكن أن تستفيده العلوم الإسلامية من العلوم الإنسانية. مصوغات استفادة أيضا العلوم الاجتماعية والإنسانية من العلوم الإسلامية. طرحت في البدء بمعنى أنه أنا أعترض على، يعني بين قوسين اعتراض، يعني الأسلمة يعني انطلاقا من نتائج. إذن يعني أؤمن بالفكر الكوني، ومع ذلك هناك إمكانات وهناك حدود. صحيح لقد شكلت الخلفية الإبستيمية للعلوم الإنسان والمتمثلة على حد تعبير فوكو في جعل الإنسان موضوعا وضعيا للمعرفة، كائن يحيا يشتغل يتكلم، وقد فاتها أن من تكويناته أنه كائن أخلاقي قيمي مجردة إياه من أبعاد روحية مؤطرة لسلوكه. خير دليل الاعتقاد الذي ظل راسخا لديها بأن الرفع من وتيرة التحديث الاقتصادي والتكنولوجي وحتى المعلوماتي داخل المجتمعات الإسلامية سيسرع من وتيرة صيرورة العلمنة داخل هذه المجتمعات، لكن ما حصل هو المزيد من التشبث بالأفكار النصية وظهور النزعات السلفية والطهورية. كل هذا يؤكد ضيق النموذج، نموذج العلوم الاجتماعية الموظف في فهم هذه المجتمعات. لذلك هناك نص بامتياز كما يقول أو كما يرى جاك بيرك، يطرح على كل من يريد الاشتغال بدراسة الإسلام ليس من وجهة ثقله العقدي، بل من حيث الانعتاق الوجودي، إنه القرآن الكريم. فكل المشتغلين بالعلوم الاجتماعية إن أرادوا دراسة الإسلام عليهم أن ينطلقوا كما يفعل المسلمون من التقليد الخطابي الذي يتضمن نصوص القرآن والسنة الأساسية مع الارتباط بهما. ما يحصل الآن بطبيعة الحال هذا، ما يحصل الآن، يعني بطبيعة الحال، يعني الوضع هؤلاء الذين
يفجروا أنفسهم، هم أيضا ينطلقون من النصوص، هم ينطلقون أيضا من التعاليم. ولذلك عيب الدراسات الأنثروبولوجيا والدراسات السوسيولوجيا الرائدة، يعني حينما أقول الرائدة مثلا إرنست جيلنر، مثلا غليفور جيرتس، هذو مدارس، ديل إكلمان، كل هؤلاء يشتغلون بالأنثروبولوجيا، لكن عيبهم أنهم تجاوزوا، قسموا الإسلام في دراستهم إلى مستويين سموا بتقليد الكبير والتقليد الصغير، ركزوا على ما يسمى بالأورتوبراكسي وأهملوا الأرثوذكسي. والحال أن ما يحرك هؤلاء الناس هو الجانب الأرثوذكسي، بمعنى أن ليست المسألة مسألة مرتبطة بالتهميش ولا الوضع الاقتصادي ولا إلى آخره. قد تجد الشخص يعني آتي وقادم من طبقة مخملية، ولكن يعني إنسان يحار كيف أن شخص يتدرب على يعني قيادة طائرة بوينغ يعني مدة يعني سنتين وهو يلح يعني ما يعني وهو يلح على فعليته هذه التي غيرت مجرى يعني إلا إذا كانت يعني شيئا مغروسا، يعني ما يسميه لالاند بالعقل المكون، يعني هناك يعني ثابت. إذن المسألة إذن الرجوع، كل من يريد أن يدرس الإسلام عليه أن ينطلق يعني من هذا من التعاليم، باعتبار أنها عنصر أساسي في تحريك المجتمع. أيضا مسألة أخرى مرتبطة ب يعني سأذكر فقط بعض العناوين للوقت. ثم هناك محدودية التوجيه القيمي والبعد حضور البعد الرعائي، أيضا مشكلة الأنثروبولوجيا الطقوس أو الشعائر. المنظمات الدولية الآن المنظمات الدولية الآن تسرق مفاهيم العلوم الاجتماعية المؤصلة على تصورات فلسفية، لكن هذه المفاهيم تقوم بنمدجتها وتنميطها وجعلها مثلا مقاربة النوع، يعني كمثال علما إرشاديا تدخليا في مكنة المنظمات الدولية دون جهد نظري أو مفهومي. أليس هذا تحطيما للمقولات الكبرى التي بنى عليها الخطاب الكلاسيكي الاجتماعي، حيث يجد كل شيء تفسيره في المجتمع انطلاقا من مقولة من المجتمع إلى المجتمع؟ شكرا.